أهلا وسهلا بكم في قناة أم ريبال. Welcome to the Om Rapal channel. مساء الفل يا حبيبتي. مستلم الميكروفون إيمان. القناة طول النهار معها. سلم نص على طاقتني على التليفون. ما القناة طول النهار معايا بس ما. هي فعلا القناة طول النهار معايا بس عملت إيه بالقناة بقى؟ ايش هذا السوشي؟ لا ولا يهمك، القناة قناتكم يا حبيبة قلبي. ولا يهمك يا سوسو. أمي خديلك جراف وبعدين ترجع. ماشي. أحط لك بس التليفون في الستاند. أحط التليفون في الستاند وبعد كده إيه عيشي حياتك. عشان بس ما أفضلش. عشان ما أفضلش ماسكاه في إيدي كده. ماشي يا سوس. ان شاء الله يا حبيبتي. ده بيبقى من الاول بقى. لا شفناه في مصر ولا نعرف بيته ولا هو يعرف بيتنا، ولا شفناه هنا ولا هو يعرف بيتنا اصلا. ليه تكذب بقى وتقول كده؟ انا مش فاهمه والله، لغايه دلوقتي ما فاهمه. وعلى شرط عمري ما تابعتها في حياتي. الناس حبايبي اللي على الخاص اللي بيبقوا يقولوا لي البيت اللي بتقول ده رضا كان معزوم عندكم، قاعد مع جوزك على القهوه، ده جه عندكم البيت، ده كان معزوم عندكم. معزوم عندنا فين؟ احنا بتخش بيوتنا اي حد غريب اصلا، مفيش حد بيجي غير اخو جوزي. بس رضا شرف لاي حد يعرفه والله العظيم. لو جوزي صاحبه وماله، ايه المشكله؟ كل المسلمين اخوات. لكن انا عمري ما اكون صاحبه ام اسهال ابدا نهائيا. لو اخر واحده في العالم، لو اخر واحده في الدنيا انا صاحب دي، زباله المجتمع دي، الغزيه دي، لا طبعا. ليه؟ هو انا ما عنديش نظر؟ انا صاحبة ياسمين ياس، صاحبة منى، صاحبة تانية، صاحبة ام عمار، صاحبة سيسيما، صاحبة ناس كتير، صاحبة سحر حسن، صاحبة ناس كتير مؤدبين محترمين ولاد اصول. انما صاحبة دي بقى دي زي دول بقى المراكز دول والناس المحترمة ولاد الاصول المتربين المتعلمين، الناس الشيك الألفرنكة المحترمين، هتجيبوهم للرقصة الغازية دي الشمال دي؟ لا طبعا. اش جاب لي جاي واحد من صاحب علي علوكة وأشرف كوخة، عايزين نطلع الطيارة. احنا لو بيكون لنا أصحاب لازم يكون لنا أصحاب ولاد أصول محترمين، هم دول اللي أصحابي وهم دول اللي بكلمهم على الخاص بعض الوقت، على فكرة مش على طول. صاحبتي رحاب برضو حبيبة قلبي، بقى ناس كتير على الخاص برضو، شيماء، ناس كتير، ام عبود، ناس كتير، وعبير، ناس كتير اصحابي، بس كلهم ناس محترمه ومراكز مرموقه. يعني ما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد من صاحب علي علوكة واشرف كوخه، عايزين نطلع الطياره. ناس ولاد اصول. انما دي دقي يا مزيكا. عارفه ايه اللي بيضايقني بقى؟ ان انتوا تسمعوا من بره وتسكتوا بقى، تفكروا ده حقيقي وتسكتوا. اما لما تسالوا، انا بحب اللي يسال والله، بحبكم تسالوني عن اي حاجه بقى حابين تعرفوها عني، او اي حاجه يعني بتتقال قدامكم وانتم مش مصدقينها اسالوني. انا اقول لكم صدقوا او ما تصدقوش. انت شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ بصوا يا جماعه، اخوها دون يعني الواحد كرهه من ايه؟
لما عرفنا انه حرامي وبجح كمان. يعني هي عبير كانت عملت لها ايه؟ عبير دي ما بنسمع لهاش صوت في حالك خالص. برديس بتقول السلام عليكم جميعا، اصل عبير قبل ساعة كان عندها بس اسم قناتها السام وهي جيدة وتضحك. طب بتقول انا بيقول انت ان خرمت المازون. في واحدة متعلمة ومعاها كلية وتقول مازون يا سواد الحلل يا طين القلل. اصلنا ما عندناش نخلف عيلة ونرميها او عيل ونرميها، انما هي كانت رامي عيالها، عيالها طالعين لسانهم معوج عشان كده كانت رميهم عند الفرنسيين يربوهم لها، فهمت؟ تربوا في اماكن تانية الدولة كانت واخداهم منها وبتحطهم في اسر غنية يربوهم، عرفتي؟ ولما شفتوا بنتها لما كانوا على البحر على البلاش كانت مع الولية اللي ربتها، اكيد الولية اللي ربتها اللي كانت معاهم على البلاش اللي كانت بتقول دي بتحبها زي بنتها بالظبط، هي اللي كانت مربياها. كل عيلة راحت في بيت عشان كده العيال ما بيحبوهاش. والحياة دي يما انتهت فيكي شلتني بايديكي، ولما قلت شلتني في عينيكي، وكبرت يما بنتي وانتي سداني، حتى في نهايتي يما العيال جاحدين عليها. لما راحت لبنتها الكبيرة اقسم برب العزة شتمتها وهزقتها ورفعت ايدها عليها وقالت لها يا عاهرة انت جاي دلوقتي تعملي ايه؟ في حاجة اسمها معاد. قالت لها متخلفة يا عاهرة، انت في حاجة اسمها معاد، ترفعي التليفون وتتصلي بيها وتاخدي معاد. طب انا لو حصل لي الموقف ده والعياذ بالله ده انا انتحر ما يعني مش عارف مش متخيله ايه اللي يحصل. اصل احنا عباره عن دم كده، دم حياء بنتكسف بنتحرق، مش ممكن جميل ان بنت تعمل في امها كده وامها تسكت كده وتبقى طبيعيه كده. عشان كده هي بتنام بالمهدئات والبلابيع بالمسكنات والمهدئات والبراشيم. البنات شافوا أمهم بأقبح المشاهد، لذا هما ماشيين بطريق وليس لها سلطة أو كلمة عليه. برافو عليك. من الآخر شوفوا اللي أنا ما أقولوش متابعاتي بيقولوه، ربنا يبارك لكم يا أولاد، بتقروا أفكاري على طول. سناء ميلودي بتقول حنان بالظبط، انا اطفي الكل ولا اطفيها، انا لو شفتها بتموت هعملها كريز هغد ايه مش مساج كاردياك.